أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم مدام رونزا، صاحبة مطعم الطابون الفلسطيني. مدام رونزا نورتينا بصراحة اليوم، نورتي برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. صباح الخير بالأول. صباح النور. صباحك نورتنا. أنا رونزا النداوي، فلسطينية مقيمة بدولة الإمارات، صاحبة مطعم طابون الفلسطيني. صار لي سنتين هنا بالإمارات من لما تزوجت. طبعاً تزوجت أنا هون، كنت عايشة في فلسطين، تزوجت هون وجيت شفت الاستثمار، شفت البلد، شفت تعرفت عليها، حبيت إن أعمل شيء بزنس خاص فيها. ما شاء الله عنك. خبرينا أكثر عن أنواع الأكلات اللي بتعملوها هون في الطابون الفلسطيني. من اسمه طبعاً هو مطعم مختص بالأكلات الفلسطينية. بالضبط. أيوة، إحنا بنختص بالمطبخ الفلسطيني. بنقدم حالياً الشاورما الفلسطينية، بنقدم منها توابع الشاورما اللي هو الإضافات تبعتنا، لمساتنا في المطبخ الفلسطيني. بنقدم طبعاً، بلشنا بالشاورما. في عنا كمان بلان إنه نعمل الأكلات الفلسطينية اللي هو المسخن، المقلوبة، الفتة، هاي الأكلات اللي إحنا مشهورين فيها. ما شاء الله عنكم. طبعاً نتمنى لكم دائماً التوفيق والنجاح يا رب. حابين أيضاً نتعرف، بما أنه إحنا في إمارة الشارقة وبما أنه إحنا في شارع مليء بالمطاعم والمنافسة الشديدة، طبعاً المنافسين دائماً موجودين بأسعارهم بالكواليتي، حابين أيضاً نتعرف عن المميز عندك عن باقي كل هالمنافسين الموجودين. أوكي، إحنا بشكل مبدئي بلشنا مشروعنا بالشاورما، لكن هو تسترنا شغالة طول الوقت، يعني المطبخ عنا ما بطفي من موضوع التستر. بنقدم حالياً الشاورما بطريقة كتير مميزة مختلفة عن المعتاد، اللي هو عليها شوية إضافات. بنقدم منها السبيحة اللي هو عليها الجبنة والزيتون، وعليها عندك كمان الفتة، فتة الشاورما الخاصة بمطعم الطابون، اللي هو بتكون عبارة عن رز وشاورما وصوصات خاصة فينا، نكهات جديدة مختلفة عن المعتاد. لكن إن شاء الله يعني رح نقدم المطبخ الفلسطيني كتير واسع وتنوع، رح نقدم فيه كل الأشياء الجديدة وكل الأكلات الفلسطينية بإذن الله. ما شاء الله. حابين ايضا نتعرف او ناخذ نصيحه منك كسيدة اعمال متواجده في دوله الامارات لجميع سيدات الاعمال او اللي حابين يصيروا من اصحاب المشاريع الخاصه هون في الدوله، خصيصا من السيدات. حابين ناخذ منك نصيحه لهم. من خلال تجربتي في مجال الاستثمار، انا يعني بنصح كل سيده او رجل اعمال انه يستثمر في دوله الامارات. دولة الإمارات دولة تحقيق الطموحات، تحقيق الذات، دولة بتقدم للمقيمين، للمواطنين كل الاحتياجات وكل الخدمات، وخاصة بالمشاريع الاستثمارية والخدمات العامة. طبعاً حكومة دولة الإمارات قدمت دائماً ودائماً كانت تساند فعلياً جميع المستثمرين سواء كانوا من داخل أو من خارج دولة الإمارات. حابين أيضاً نتعرف عن الهدف والرؤية المستقبلية اللي راسمينها، بما أنه المطعم جديد، شو هدفكم للسنوات الجاية؟ أيوة، أنا المطعم عنا بيقدم أكلات فلسطينية. طبعاً إحنا البلاد إنه أنا يعني بطمح إنه أوسع المطبخ، يعني أتعمق في أكثر، في أعرف الناس ثقافة الفلسطينيين وأكلاتهم والشغلات اللي بياكلوها واللي متعودين عليها، زائد إنه أنا أكبر مشروعي، يكبر أكثر، أوسعه أكثر، أفتح فروع ثانية في دبي، في أبو ظبي، في أماكن ثانية ودول ثانية. طبعا يا رب الله يطرح لكم البركة، وإن شاء الله نتمنى لكم أنكم تتوسعوا مش بس في الإمارات ولا بس في الخليج، إن شاء الله عالميا. وليش لا، يعني ما دام أن الواحد حط في باله هدف إن شاء الله بيوصل عليه. حابين أيضا نتكلم عن الأمن والأمان في الدولة، خصيصا كسيدة أعمال موجودة ومتواجدة في دولة الإمارات. كيف، ماذا يعني لك الأمن والأمان في الدولة؟ والله هو دولة الإمارات يعني رائدة بكل المجالات. أول شيء بلد الأمن، بلد الاستقرار، بلد الحرية، بلد القانون. طبعاً فيها الاستقرار كتير، يعني وخاصة إنه إحنا كسيدات عنا مجالنا في الاستثمار زيادة عن البلدان الثانية. صحيح. وبتسمح بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهي أهم شيء. بالفعل دائماً ما قدمت حكومة دولة الإمارات المساندة. حابين أيضاً نوجه رسالة شكر
لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات على المجهودات الرائعة من فريق عمل برنامج وزارة الأعمال ومن أيضا من الطابون الفلسطيني. بحب أوجه رسالة شكر من مطعم الطابون الفلسطيني ومني أنا شخصيا لحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات على احتضانهم لكافة الجنسيات وخاصة العرب والمرأة العربية بشكل خاص. وأحب أيضا أن أشكر زوجي الذي ساندني في كل مجالاتي. نوجه له رسالة شكر طبعا ونوجه له تحية خاصة أيضا من برنامج رواد الأعمال. في نهاية حلقتنا حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم وحابين كمان ناخذ كيفية الوصول والتواصل لمطعم الطابون الفلسطيني. تقدروا توصلونا على كل منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك سناب شات تيك توك انستغرام اللي هو مطعم الطابون الفلسطيني راح يظهر عندكم الأرقام تبعونا. نشكرك مرة أخرى على ظهورك معنا وعلى بصراحة على الاستقبال الجميل. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفتنا المميزة. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.